ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يتجه هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي إلى فتح باب الحوار مع مهاجم النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله من أجل إعادته إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها مصر الصيف المقبل. ويحاول رونار التواصل مع حمد الله من أجل إعادته إلى تشكيلة الأسود التي ستشارك في كأس إفريقيا المقبلة بعد أن غاب طويلا عن تشكيلة المنتخب المغربي خاصة في عهد الفرنسي هيرفي رونار. وكان حمد الله قد اعتذر عن المشاركة في المباريتين الأخيرتين للمنتخب المغربي أمام كل من مالاوي والأرجنتين لأسباب عائلية، الأمر الذي اعتبره البعض نوعا من التعالي على المنتخب، فيما أكد البعض الآخر أن طريقة اتصال المدرب باللاعب لم تكن صحيحة. وكسر حمد الله الكثير من الأرقام هذا الموسم رفقة فريقه داخل أروقة الدوري السعودي، حيث وصل إلى 29 هدفا سجل منها أكثر من هاتريك، الأمر الذي جعله محبوب جماهير النصر وحديث الصحافة السعودية والمغربية وغيرها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.